صباح الخير كيكي، صباح النور، صباح الخير سوبرز، صباحو من دبي. اليوم آخر صباح من دبي. اليوم آخر يوم لقلنا هون، يعني إحنا يدوب على القناة يعني صورنا إنه وصلنا وصورنا بعدين الجولة، وهلأ عم صوركم إنه رايحين لأنه كتير كتير انشغلنا باجتماعات وهيك، وحبينا كمان إحنا يعني لما قعدنا قابلنا هيك على الأصحاب يوتيوبرز وناس أول ما نتقابل فيهم على الصعيد الشخصي، فكتير هيك حبينا نتعرف عليهم شخصيا، ما صورنا حتى مع بعضنا يعني، بس ستوريز كان فيه كتير. بس بدي أقول لكم الستيك كانت كتير 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 حلوة. جيسي مارك جين هلا على الطريق، فكرت موصلة من هيك عم طلع وراي. والولاد الولاد يعني منتصرين، أنا خلاص هلأ. أنا هلا يعني يا ريت هلا فتح عيوني، قلت له طيب بصير بمصر. خلص شوفوا 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 ليك شو حلو. ليك ليك كل يوم بعزف، كل يوم بعزف. هذا الحكيوني قالوا لي استاذه بتحب تعمل شيء. معنا عقد يعني تعمل معنا عقد سنوي بدفع لك فلوس حلوه يعني. قلت لهم والله انا نجمه ما بيسطع الا جنب مرتي، ف وصلنا على المطبخ نتروق. يلا تسلم هديات، لك تسلم هديات ساعه على خدني ويجيك خدني ويجيك لك. ليش ما بقول انت محضرتيهم؟ مين حضر؟ مين عامل هذا الصحن؟ مين انت يعني فتي على الفرن وعملتي الكرواسون ولفيتيه وحشيتيه وزعتر؟ اه انا فتي على البيفيه ومطار الدوري. فكر ان هالفوليت مين محضرهم انت؟ طيبين ايش؟ هيدا الفطور هيك على الصباح يعني. عم نجرب نحافظ على انه ما كتير نبلش من الصبح تخبيص. ايه زبطت على الجملة، فكرت عم جرب نحافظ على وزننا لانه ما ايه لا ما عم نعرف. كيكي تعي خليني لانه بدي فرجيكم شو كان معنا السيارة بكل ستي تبعنا بدبي، لأنه لما وصلنا وعملنا جولة وهيك ما صار لفرصة فرجيكم إياها للسيارة. Thank you, thanks a lot. فاليوم بدي رجع صراحة كتير مضايق ومزعوج مقهور، هلا يا ريت في أخذها معي. حتى بالشنطة حتى بالشنطة، هي صغيرة بس مش لدرجة إنه تسع بالشنطة. فرح فرجيكم إياها هلا وبنعمل فيها بركي مع بعضنا جولة بدبي ونودع دبي. يلا أكيد ماني كامل ستريس إنه بدك تدبي الشنط. ضروري تفضحنا يعني. صورينا من قدام. هي بدي احط الصن جلاس زي ما بتزبط، هي باكج يعني بتجي. اوه معرفتك. مرحبا. سوري مين يا مسيو؟ انا المايسترو. بس سوري بدا انا مجوز وبحب مرتي كثير. حياتي. اسمعي صوت، اسمعي صوت. لك لحظه مشيتي من الاوتيل تاسمع صوتك بعد. انا صرت جوا هلا. لازم توضح لانه حسب لا إيه؟ يي انا ما معي صن جلاسز. حبيبه قلبي تفضلي قلبي. بيلبقوا علي او لا؟ انت شوف حلوين. لحظه لا 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 ايه هي ماكسيموم. ايه بدبي ها هي ماكسيموم. ما فينا يعني ما فينا نستمتع بسياره سريعه لانه 60 يعني ماكسيموم. ايه بس احلى احلى، في احلى من بس الامان. بس كثير حلو النظام، في احلى من الامان والنظام. سيارات كثير حلوه وسبور بس ماشي بكل بس يمشوا باحترام عن جد كثير. احنا يا دوب ليك 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 وصلنا على 60 ما في خلصت. يلا خليني افرجيكم دبي هلا من ثاني مين. هذا الكبير هون، هذا الاوتيل تبعنا. هيدا الدور الاخر اخر اخر دور شفتي هذا في ايه احنا فوق. ايه بس من ثاني ميد احنا بنطلع على البحر. اه ايه مظبوط برافو عليك. شايفه امبارح بالفيديو ولك هدول المباني. واو جمال يعني جمال جمال. طلع لهم بريح الاعصاب. ايه بتضحك نفسيا. دبي كلها بتضحك نفسيا. ليك الورود على طرف الطريق، ليك الخضار، ليكو فراشات بدبي. شو فراشة كبيرة بدبي؟ شو بك انه الفراشات بدبي حجم جاينت جاينت فراشات. ليكو ليكو الشوارع هون هلا بمنطقة دبي ميديا سيتي، هون بتجمع كل التلفزيونات وكل الميديا وكل شيء، كل شيء له علاقة بالميديا موجود هون. كل ما نقرب كل ما يطول. ايه ليكو شطار. وقفنا على الإشارة الحمراء، شوفوا البنية اللي فوق. شو هاي قصيرة؟ ايه هيدي من الأقصر. هيدي قصيرة يعني منيحة، في أماكن بعد شاهقة أكثر من الآن. شوف شوف المشهد من هون شو حلو. ليك 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 هلا صفوا البنية قدام قدام كيكي كيكي قدام قدام السيارة يا كيكي. ليك 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 هلا صفوا البنية.
شفتوا العظمة الهندسية؟ اوكي بليز ما تضيع. اوكي يعني مشوار بده معنا دقيقتين، عم ناخذ فيه 20 دقيقة عادة. ليكوا الترام هلا واقفين ناطرينه يقطع. احنا هلا وصلنا من الجولة، خلصنا من الجولة ووصلنا على الاوتيل، لأنه هلا عندنا ورشة ضبط الشنط وتسكير الشنط وتسييع كل الهدايا بالشنط وننطلق إن الله راد على مصر. جايز نحن خلص صرنا على آخر، ضبينا كل شيء، إجا ياخذونا. ليش مبسوطة هاد؟ ليش مبسوطة هاد؟ مش مبسوطة، بالعكس زعلانة إني فلين. فلين جايز، فلين. سوبر فاميلي فلين. نحن okay. صدقنا إنكم جيتوا. ثانك يو، عن جد كثير انبسطنا معكم وخلص رح تشوفونا كثير. 100% رح نرجع نشوفكم عندنا. ليك كم شنطة، ليك كم شنطة. اوكي ليكوا الشنط. إجوا معهم شنطتين، فلوا معهم 12 شنطة. ليك توني هونيك مسيعوا الفانكو بالعلب بالشنطة. فضيت العلب كلها وتركها هون. برحت كل علب هون، اخذت الهيدا حطيته بين الاتيام، فتحت كالسات مثلا، حطيت فيه دراكولا بس نوصل البوكسر، حطيت سندريلا. سندريلا البوكسر؟ هو على انا قصدي هو على ما رح اقدر اخذ معي الكريتين، بس شو بدي فيهم؟ هلا شو بدك فيهم؟ بس انه ايه شو بدي اعمل؟ خلص يعني هلا رايحين يعيشوا مع اصدقائهم عندي بال على الحيط، بيعودهم فرق الكرتونه. ايه طب فسعتكم هون، هن يرجعوا لك. وين بدي شو ترك لهم سوفينير للاوتيل؟ هلا بلا شو وين اخذهم؟ خلص هن بيردوا الدنيا كلها. هلا يلا على على يلا خلاص لوبي. شو شوفوا كيف قعدنا بالاخير لقيكم الغراض. ليش شنط هون؟ بدكم سيارة لحالكم هون بس للشنط. هاي سيو. هاي صبايا. شو ماريكا؟ اه ام سو كومفورتبل. بس هاي جديدة بتوقع الشنطة علي. هديها براسك حياتي. شو جايبة؟ ما حدا بيعرف. ولو بدك واحدة تانية؟ ما يصير ما بعرف. بتجري أنت ولا لا؟ اوكي بدك تحضر كيف؟ ساعة ولا؟ اوكي يا شبي اوكي. ساعة رح نشتاقلكم يا جماعة والله. عن جد يعني هلا هيك حطينا الشنط وخلصنا، رح نشتاقلكم يا جماعة. حبيبي يا حبيبي. يلا سي يو اجين سون. طيب نحن حطينا كل الشنط. عم تسمعوا؟ فاينل كول تو كايرو. ما بعرف رغم انه جايين كثير بكير، مطار ما بتصير معنا، مطار كثير كبير، بدنا نطلع من ترين على من مبنى على مبنى. عملنا شوبينج ولا لفينا ولا بهرمنا ولا شيء، انه عاده متاخر كرمال هيك. يلا بس شوفوا شو حلو الديوتي فري. طلع شوفوا شو حلو ديوتي فري دبي. طلع 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 ليك كي شو افتكرتك رايحه تشتري شيء؟ لا طلع طاير معنا الزلمه، عم نتاكد انه ماشيين صح. متوجهين سريعا. كيكي الستريس يعني قد ايه بدي لكم يصير لسه. كيكي ما رح تطير طياره بلينا، ما رح تطير بلينا. اي نو بس خلص نفسيا ما في نفسيا. ايه نحن اي 16 رايحين هيك مزبوط. اه لحظه خلينا وقفنا كلنا شي ميل ومنكمل. توني لحظه اي 16 هيك اي 16 تعال هيك وقفنا كلنا شي ميل ثلاث دقايق وناخذ ميل معنا على الطياره. بياكلوا بالطياره؟ في اكل بالطياره. هيدي طيارتنا. هيدي طيارتنا، المفروض هيدي اخر جيت مقطعه ومنسافر تنروح عند الاولاد. كيكي بديك تطمني لانه ليكي عم بيعبوها بنزين، عم بيفولوها بنزين. هم بيكونوا مفولينا يعني مش تقطعنا بنص. ما تقطعنا، ما رح تقطعنا، لا عم بيعبوها هلا، عم بيعبوها بنزين ليكي فما تعتلي هم. وها بنا نحدثكم بعد مروري أربع ساعات. لا أكتر، قعدنا ساعة بالسيارة بس لأنه في 8 ركاب قرروا ما يجوا، حاطين الشنط تبعهم وقرروا ما يطلعوا، رجعوا قعدونا ساعة تينزلونه من الشنط. فكتير تكسرنا بالقعدة وكتير كتير طيار كانت فول، أبدا ما قدرنا نفتح كاميرا. هلا وصلنا، هلسنا غطينا بالقاهرة، وصلنا أعلمنا العيلة، أنا مخلص إجراءات المطار كلها، نطلع بالسيارة وركض ركض. رجع على البيت. طيب فمبدئيا انا رح اقفل هلا وافتح بالبيت دغري كرمال هون لانه في سيكوريتي تشيك وامن عام وشنط وغراض. ومهم عندنا شويه بروسيجرز بنخلصها كلها وبنفتح دغري احنا عم ننزل من السياره. يلا جايز سي يو سون. اوكي وصلت على البيت. مش مصدقه اشوف الاولاد. عمالي شوفي روح. Thank you.
هدول السيارات لك انت ومارفل تلعبوا مع بعض. مارفل مارفل اي عيد اي عيد هيدي سيكواسا بوليس هليكوبتر برافو بوليس تبع دبي 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 هيدي بوليس دبي بابي ماما شرطي دبي اوكي هيدا هيدا صراحه جبته لداتي هذا لي انا للمكتب هيدا لمكتب باب يلا السفرة جاية باب بتشوفه معنا حتى لك هي بالمكتب مكتبة مكتبة هونيك مش بالبيت بدي اعمل يوقع نحن خلصنا تفتح كل الهدايا ورجعنا على احضار جماعة اي اي بابي لا ما كتير هيك كتار ليك ما اجملكم ليك ما اجملكم تقني لكم كتير واستفقدنا لكم كتير شو صاير جوا؟ عم بحضروا لنا عشاء طيب كان يوم كتير كتير شاك ومتعب بس انتهى هيك بين احضان الاولاد احلى شيء بالدنيا طيب نحن كتير مشتاقين ورح نقعد نتعشى مع بعضنا ميرسي كتير ورفقتونا كمان بهيدي السفره الحلوه نحن بنرجع بنشوفكم بفيديوهات جديده من البيت مع الاولاد يا قلبي يا عيتي جوفي مسكر تعال عندي طيب سوبرز يلا لكن نحن رح نودعكم هلا تصبحوا على خير شوفوا فيديوهاتنا الباقي على القناه حلوه كثير باي كثير باي